يا صباح الخير، يا صباح النشاط، صباح الحيوية. اليوم جديد، اليوم ما عندي كلاينت الصبح، رايح أسأل المكتب الساعة 7:08 إلا ربع تقريبا، إن شاء الله أوصل على وقت، بس الضباب كثيف جدا جدا. البارحة كان يوم شوية أنجزنا به هواية شغلات على الصعيد الخاص تحديدا، والكلاينت ممتازين على صعيد الشغل الصباحي والأجهزة الطبية الحمد لله. بعض الاجتماعات في دبي وأبو ظبي، رحلة أبو ظبي كانت ما قدرت أصور لأنه كان أحد وياي من المكتب قاعد وياي بصف السيارة. فاليوم إن شاء الله اليوم خفيف، عندي شغل بس من المكتب، وراها أطلع أروح أتمرن. اليوم أريد أتمرن باي وتراي وأركز على المعدة وتقليصات المعدة، لأنه مدى أتذكر لين صار لي 3 أيام تقريبا ما مسوي أدت ولا فيديو، فالفيديوهات اللي راح تنزل نسيت شو صار بيها وشنو اللي ما صار، بس أكو واحدة من الفيديوهات سويت تدريب على البوز، على الوقفة وعلى التخلص من المعدة. المعدة لازم أضبط التقليصة مالتها ويا الوضعية، هي شغلتين مع بعض، فحاول أنه أركز عليهم إن شاء الله. فأريد المعدة شوية أشتغل عليها، التمارين اللي تطلع وتبرز المعدة حتى تخليني أقدر أخلصها أكثر براحة وبسهولة بدون ما أتعب. رايح مشتاق كلش كلش للبروتين والشوفان، ما تتخيلون ايش قد. البارحة اول وجبة اللي هي كانت سمك وبوتيتا، تخيلوا من الصباح هي تاكل سمك وبوتيتا، فهسه رايح اكل الشوفان والبروتين. طبعا ما قدرت اكل الشوفان والبروتين البارحة لانه كنت على طريق دبي ابو ظبي، ف بس لهذا السبب يعني مو للسبب الثاني. احتمال اليوم اقلل الكربوهيدرات او اشيلها يجوز، لان تمرين اليوم خفيف، تمرين باي وتراي، فحاول نستغل وما احتاج طاقه اني. والكربوهيدرات اللي دا اكلها اني هي اول شيء دا تعبي مخازن الكربوهيدرات اللي هي وين صايره بالعضلات، والباقي من عندها دا يروح للطاقه، الطاقه اللي يعني جسمي يحتاجها. لهذا السبب يعني دا نوع من الكربوهيدرات. فنروح للمكتب ونشوف يومنا شلون يبدي ان شاء الله، بس الباب كثير كلش. اوكي، خلصنا شغل المكتب، كانت عندي كم شغله خلصتهم كلهم الحمد لله. هسه رايح اول شيء راح امر على الحلاق، يحتاج شوي بس تضبيطه اللحيه والشويه الوجه، وراها انطلق اشوف الكلاينت الاول ان شاء الله. اليوم قلنا تمرين اللي راح يكون تمرين الباي والتراي الايد، يعني صار لي فتره ما متمرنها، وراح اركز كذلك على تمرين البطن. بطات شويه راح العب، ولازم الكارديو، احنا قلنا الكارديو مهم جدا بالنسبه لي لهالفتره هذه. بعضكم يسالني على موضوع اوكي خلي نجاوب التليفون هسه وبعدين ارجع لكم على اللي سالتوا لي عليه. اوكي، طبعا التحديثات اللي صارت انه رحت للحلاق ما عنده مجال كان، وجيت للجيم. كلاينت كان عندي المفروض كنسل باخر لحظه، فصار عندي وقت ساعه، فعلى السريع حطيت كريم التان وطلعت برا بالشمس شويه تقريبا 40 دقيقه، كلش كافي ممتازه. ف اخذت كفايتي من الشمس لهذا اليوم، بس لازم اكررها هاي دائما. وراح شفت كلاينت، وهسه جيت اكل وجبه اللي هي سمك ابيض وتمن وياها شويه زيت زيتون عليها. طبعا الاكل اللي دا اكله بارد، اتحداكم انتم اذا تقدرون تسوون هذا الشيء وتاكلون الاكل بارد مثل ما انا اكله، ما
ما عندي وقت احمي ما يعني حتى ما تحجج انه الاكل حار ولا لازم اكله وهو حار، فعادي اكله وهو بارد باي مكان باي وقت، مثل ما تشوفون ومتعودين انه دائما تشوفوني اكله بال يعني اكل الاكل مالتي بالسياره باي وقت. خلصت الكلاينتس كلهم صراحة تعبانة، نفسيتي شوية تعبانة أتصور بسبب قلة الكربوهيدرات والتمرين، بعدني لحد الآن ما أتمرن الساعة 6:15 هسة، فما أدري متحضر هسة دارد أقوم أتمرن، بس بنتظر شوية أدخل بمود التمرين حتى أقوم أتمرن. صراحة الضغوطات اللي تصير من الشغل من الكلاينتس من الترتيبات ضغوطات بصورة عامة كلها شوية اللي بتأثر، كوعدي ضغوطات ثانية هنا بس كلها سهلة تنحل في سبيل المشوار، بس المشكلة انه بدأت تأثر وتضغط، يعني واحد قد ما يقدر يقول يتجاوزها بس ان شاء الله يتجاوزها. راح اقوم هسه اتمرن انسى كل شيء اعدل المزاج بالتمرين ونرجع للبيت اتصور، ما عندي بعد خلاص اثنين اثنين كلهم اجلوا اليوم، فعندي مجال انه اتمرن واسوي كارديو ان شاء الله. يلا